السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فالعلماء نائمون والعامة هائمون ضائعون تائهون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أتفرج من شوي على مقطع عن معنى رمضان، فالعالم الجليل أبو فتة، العالم الشيخ فتة يقول رمضان معناه الربض، يعني الحر الشديد. احنا صايمين رمضان من 3 سنين في عز الشتاء، الا تتقون؟ الا تعقلون؟ الا تخافون الله؟ الحمد لله رب العالمين. ونحن على العهد قائمون صائمون، الحمد لله. اليوم الثالث صيام ان شاء الله تعالى شهر رمضان الحقيقي إن شاء الله تعالى. أحد أصدقائي المخالفين معي في الرأي طبعا، اللي ضدي في الرأي، يسألني يقول لي يعني لما يجي رمضان الحقيقي ما بتصومه؟ فقلت له أول هامشي كلمة الحقيقي احذفها، لأن لا يعلم الحقيقة إلا الله، الحقيقة لا يعلمها إلا الله وحده. وفي ظل كسل العلماء الفلك المسلمين، وفي ظل غياب شيوخ الإسلام، واللي كل شوية يطلعونا على القنوات من أجل المال، بس يروح يأخذ له 5000 جنيه من قناة كذا عشان يروح يقول شوية كلام، في ظل الكسل علماء الفتة تبقى الحقيقة غائبة. لذلك أنا بقول لك، أنت سألتني سؤال هل أنا بصوم رمضان معكم؟ طبعا أنا لا أخالف الجماعة ولا أخالف ولي الأمر، طبعا طبعا. ومن عظيم لطف الله بنا إن في علامة حسية، علامة حسية ظاهرية في شهر رمضان، وهي ليلة القدر. العلامة الحسية احنا ان شاء الله في 10 الأواخر من رمضان، مثل ما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحسس ليلة القدر، فان اصبناها فكانت هي الفيصل بيني وبين المخالفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.